أفادت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي في ندوة صحفية حول الوضع الوبائي في تونس أنه لا يمكن اعتبار الوضع الوبائي بالبلاد مستقر إلا بعد مرور 40 يوما دون تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. حتى إذا كان سجلنا صفر حالات جديدة هذا ما يعنيش أنه الفيروس هذايا ما عادش موجود في تونس. انتشار الفيروس هذايا مازال مرتفع، مازال يدور في تونس، وباش نجم نقولوا اللي الوضع ولا مستقر يلزمنا على الأقل 40 يوم ما سجلنا فيهم حتى حالة. كما حذرت بن علي من التجمعات وأكدت أنها تمثل خطرا كبيرا لعودة تفشي فيروس كورونا في تونس على غرار ما حصل في بلدان أخرى مثل لبنان. معناتها تجمعات اللي فيها برشا أشخاص كتسوى للتسوق وإلا لأي غرض آخر، التجمعات راهي تنجم تسبب خطر كبير على عودة الفيروس على غرار ما وقع في لبنان البارح أول البارح. رانا إذا كان ما نكملوش الجهد الكبير اللي عملناه باش نخسروه. وحول إقامة صلاة العيد في المساجد من عدمها، قالت بن علي إن اجتماعا في الغرض يعقد مع وزارة الشؤون الدينية محذرة من التجمعات في فترة عيد الفطر. وقالت نصاف بن علي إن عدد التحاليف الأسبوع يتراوح بين 3000 و3500 تحليل، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 3 أيام، ليستقر العدد في مستوى 1032 حالة وعدد الوفيات 45، فيما ما زالت 248 حالة حاملة للفيروس و739 حالة بصدد المتابعة. أما المناطق اللي هي باللون الأحمر الغامق هي المناطق اللي تعرف نسبة وقوع أكثر من 15/100,000 ساكن، هي خاصة تطاوين، مدنين، وقبلي، وتونس العاصمة. المناطق اللي هي عندها نسبة وقوع بين 7 و15 هي جابس، سوسة، والولايات الأخرى من تونس الكبرى. معدل الشريحة العمرية هو 43 سنة. بالنسبة للميديان متاع العمر هي زادة 41 سنة، أقل شخص كان عمره شهر، والأكثر شخص عمره 93 سنة. وفي ظل نقص المعطيات العلمية حول فيروس كورونا وعدم وجود لقاح، قالت نصاف بن علي إن الثابت والمؤكد الوحيد هو أن اتباع إجراءات الوقاية هو السبيل الوحيد للتقليص من حدة انتشار المرض، داعية المواطنين إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي الموجه من وضع الكمامات وتطبيق شروط النظافة والتباعد الاجتماعي.